أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل عن الأسهم، كيف تكون زكاتها؟ والله الأسهم أنا لا أدخل فيها لأني متوقف فيها، ولا أدخل فيها بجواب ولا فتوى، لأنها أصبحت نوعاً من القمار ونوعاً من الجهالة والغرر والربا والأمور الفظيعة، وليس فيها تقابض وليس فيها قبض شيء، ولا إنما هي كلام في كلام. نعم.